لكم جميعا. الناشطين في مجال حماية الطفولة كل باسمه إلى الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بها، وهي كلها قوانين كبير. ولعل وعسى أن تكون أيضا المناقشات اليوم في إطار بعض الأفكار اللي ممكن إنه نشتغل عليها اليوم. منظمة مائدة مستديرة حول تنسيق الجهود والعمل التشابكي مع كل قطاعات الدولة ومع فعاليات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة، وخصصنا الموضوع إلى عدالة الأحداث. أكيد اليوم هي فرصة لنا أننا نتكلم على مجهودات الدولة الجزائرية في مجال حماية الطفولة بالترسانة القانونية القوية انطلاقا من الدستور وكل قوانين الأخرى، وأيضا بصدور قوانين جديدة كلها تعطي حماية كبيرة للطفولة. اليوم نتكلم على التجربة الجزائرية، رافقت العمل على كل قضايا تعزيز حقوق الأطفال بالجزائر من 2008 بشكل شخصي كمهني، وبالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من 2002. أنا رأيت تطور حاصل على المستوى التشريعي، على سبيل المثال تطوير التشريعات والقوانين فيما يتعلق بذلك، تحويل الأطفال عن منظومة العدالة، تحسين البنية التحتية المتعلقة بمراكز الاحتجاز المتوفرة للأطفال، تطوير برامج التعليم، وربما تكون قمة ما تم إنجازه أيضا في ذلك الإطار من خلال التعاون والتنسيق ما بين كافة الجهات الفاعلة في هذا الإطار إنشاء مفوضية حماية الطفولة كمؤسسة وطنية تعنى بالتنسيق ما بين جميع الجهات الفاعلة.